تسريبات مصرفية لبنك سويسري كشف حجم الثروة الضخمة التي جمعها نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام أثناء توليه مناصب حكومية في سوريا قبل انشقاقه. فما القصة؟ وما حجم تلك الثروة؟ وكيف جمعها خدام؟ تسريبات مصرفية نشرت لبنك كريدي سويس الذي يعد أحد أكبر البنوك في سويسرا، كشفت تفاصيل عن حسابات أكثر من 30,000 عميل، كان من بينهم النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام. وجاء في تفاصيل الحساب الذي يمتلكه خدام بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة أن الأسرة جمعت ثروة ضخمة عندما كان خدام في منصبه في سوريا، حيث تم فتح الحساب في عام 1994 ووصل إلى أعلى رصيد له بما يقرب من 90 مليون فرنك سويسري في عام 2003. وعلى مدى السنوات التي كان فيها حساب كريدي سويس الخاص به مفتوحاً، تمكن عبد الحليم خدام من جمع عشرات الملايين من الدولارات من النقد وأسهم الشركات والقصور الفخمة، وهي ثروة تعد مبالغا فيها لموظف عمومي. وبعد وفاة خدام في عام 2020 حاولت العديد من الصحف التأكد من حجم الثروة التي يملكها خدام وأسرته، لكن لم يستجب أبناؤه للمكالمات الهاتفية أو الطلبات المتكررة المرسلة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن حقيقة هذه الثروة. كما أن البنك السويسري لم يعلق على تسريبات حساب عائلة خدام، حيث قال إنه يلتزم بالسياسات والسرية المتعلقة بالعملاء. هذا وتولى عبد الحليم خدام مناصب حكومية في سوريا رفيعة المستوى من العام 1970 وحتى العام 2005، حيث كان وزير للخارجية ثم نائب للرئيس في عهد حافظ الأسد، وصعد إلى الصدارة في عام 1980 أثناء الأزمة الأهلية في لبنان. وأثناء التواجد السوري في لبنان أقام خدام صداقة مع رجل الأعمال الثري رفيق الحريري، وكان الحريري معروفا بتوطيد علاقاته بالمال، ولم تكن صداقته مع خدام استثناء، حيث قال مسؤول سوري رفيع المستوى إن خدام سيطر على لبنان من خلال الحريري الذي بدوره قدم له حسنات. وأضاف أن خدام كان يعيش حياة أسطورية، حيث اشتهر بمستوى من الفساد كان واضحا للغاية لدرجة أنه لا يحتاج إلى وثائق ليتم إثباته. وبعد انشقاق خدام عن النظام السوري وهروبه إلى باريس، بدأ المسؤولون السوريون في تسريب تفاصيل تعاملاته السابقة، حيث قيل إنه أخذ حوالي 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين، بعضها في شكل منازل ويخوت وأموال في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية.